يا مرحبا بكم لكي في حلقه جديده من برنامجكم بيست تيك. هاد لا سيري اللي تنحاولوا نجيبوا فيها دي كاجيت اللي يقدروا يفيدونا او اللي يسهلوا علينا الحياه اليوميه. نبداو باول منتوج وهو من لا مارك ايمي اللي قدرت تفرض المكانه ديالها في السوق المغربيه بلي برودوي ديالها اللي هما كاليتي. شارجور ايمي مي 802 هو شارجور كاين في الاسواق المغربيه وحاولت نجيبو باش نشوفوه كيفاش داير. Let's go. الشارجور التي تستهدف الطبقة المتوسطة في الهواتف. نبدأ بأول خاصية اللي عجبتني فيه وهي الـ ABS PC Wireproof واللي تتعني تيمنع لي سيركوي واللي تتعني باللي تيمنع لي كود سيركوي تيمنع لي سور انتونسيتي تيمنع السخونية ديال الشارجور وحتى ديال التليفون وتيمنع لي سور تونسيون أربعة الحوايج. يعني ديرو في الشارج وانت مهني في الدار خرج من الدار ناس فيق ماشي بحال الشارجور ديال الاغلبيه عندنا خصك تبقى مقادلو سينو يقدر دير لك شي بطاقه في الدار الله يحفظ السلام. في فاست شارج حتى 12 واط يعني اي تليفون تي سيبورتي 12 واط في الفاست شارجي غادي يشارجي لك بالزربه. الاوت بوت ديالو هي 5 فولت 2.4 ملي امبير. الاوت بوت ديالو هو 5 فولت 2.4 ملي امبير اوتو. وهاد الاوتو تتنفع حيت ماشي اي تليفون ولا اي جاجيت تيتشارج بهاد لامبيراج. سكي في هو تيقرا لك لامبيراج ديال الجاجيت ديالك وتيعطيك لامبيراج اللي خاصك تيعطيكش كثر باش يبقى تليفونك ستابل ولا باتري ديالو تبقى مزيان. ثاني حاجه عجبتني فيه وهي تو يو اس بي سلوت يعني تقدر تشارجي دو شوز في خطره واحده جوج الحوايج تشارجيهم في خطره واحده بلا ما تبقى تعاود. بعض المرات تنبغي نشارجي مثلا تليفون و لي زيكوتور بلوتوث ولا مثلا دو تليفون. بعض المرات تنبغي ندير مثلا باغ بلوتوث يتشارجا وانا ندير التليفون يتشارجا في نفس الوقت. هادي غتسهل الامور يعني ما يكونش عندك بزاف الشارجورات في فتره واحد يهز لك دو تليفون مزيانه يعني دو جوج الحوايج عطا الله ما يتشارجا بها.
الناس اللي ممحنين لهم الصغر ديال المشاش ولا ديال الكلاب، هذه هي الحل. هناتني الصراحه، هناتني تلقى الصغر ديال المشاف وستادر في الارض في الناموسيه في حوايج الى الزيتها، هذه نقصات. ما نقولش لكم حيدات كاع الصغر انف الصحيح، حيد الصغر كامل، ولكن على الاقل مينيميزاتو ليا لواحد الدرجه ما تتصورش. راك انت غير الا حطيت شي ميشه هنا ملي تطلب تلقى الزغب هنا. دابا على الاقل مابقاش كيف كان داكشي ولا قلال، هي الميزة الاولى ديالها. والميزة الثانية ديالها هي انك تقدر تعومها بها، يعني عوض ما ديرش ملي تبغى تعوم المش ولا الكلب ديالك بيدك تدير هادي و افخوك بيان، يعني غتحك ليه غتغسل ليه مزيان على الا درتي ايدك، يعني غتوصل للمناطق اكثر من الا درتي ايدك باش تماصي لي ملي تكون تحتاج تغسل ليه وداكشي. ومنتج رخيص وعجبني الصراحة. ولا كنتو نتوما من النوع اللي عندكم لي زانيمو في الدار وبغيتو دي جادجات بحال هادو نجيبوهم، خليو شي تفاعل، ديرو جيم، بارطاجيو وخليو ليا كومونتير. ولا كان شي واحد فيكم باغي شي منتج بالخصوص اللي باغينا نديرو عليه الريفيو يخلينا سميتو تحت، ولا كاع اللين ديالو ما كاينش مشكل، ونحاول نجيبو في اقرب وقت ممكن. ولا كنتو متحمسين لي تروك ديال لي زانيمو، يعني التيبس ديال لي زانيمو، خليو ليا دي كومونتير باش نحاول كاع ندير انا واحد التوب 5 ديال خاص غير بلي زانيمو. قنعرف ندير مثلا التوب 5 كل شهر، نديرو غير على الحيوانات، نجيب لي تروك ديال الحيوانات اللي زوينين ونبارطاجيهم معاكم. المنتج الرابع واللي هو غادي يعجب الناس اللي فوتوغراف ولا الناس اللي تيخدموا بلا كارت بزاف، لينكا واللي معروفه بلا كاليتي ديالها حتى هي، والصراحه عجبتني لا كاليتي ديالها. هذا البرودوي ما شريتوش، جاني غير كادو، عطاه ليا صاحبي، عجبني بزاف حيت هذا سي ان رونجمون ديال لي كارت اس تي وكارت ميكرو اس تي. هذا زوين عجبني حيت مجموع 5 ديال لي اس تي وجوج ميكرو اس تي، ولكن عند لادابتاتور ديال الميكرو اس تي اس تي راه تقدروا ديرهم كامل ميكرو اس تي. جادجيت زوين وصغير وتقدر تستعملو في الحياه اليوميه ديالك، يعني هذا غنولي غيولي انديسبونسابل بالنسبه ليا، غنولي نخدم به شاك جو. في بلاصه ديال التعلاق الا بغيتي تعلقو تركب ليه خويط ولا شي حاجه وتعلقو مثلا مع السوارات ولا تعلقو في الشكاره، ولكن ما ننصحكش تعلقو حيت ما تعرف وما تيتحلش، ولكن ما تعرف يطيح ولا شي حاجه يمشي كلشي. اللهم جوي بوسط الشكاره صاد صاد.
طرونكي. واللي هو شارجور اخر من لاما اني عاود تنقدم لكم اني مي اي 501 كيو هو اللي تنستعمل شخصيا حيت بزاف بالنسبه لبزاف راه بزاف في كل شيء اللي غنحتاجو انا شخصيا بيان سور شارجور احسن من اللي كان في الاول ديال الحلقه اللي كان الاولى اللي كان فيه 12 وات ودرت 30 وات يعني 30 وات دوبلو وزيد مازال الخير وبيان سور غيكون سرع من الاولاني في الباست شارج اوتو اي دي حتى هو واللي تيخليك يعرف واش برونشي فيه شي حاجه ولا لا حتى الشارجور الاولاني كان اوتو اي دي يعني ملي تتبرونشي فيه شي حاجه تيعرفها وتيقراها وتيعرف شحال الامبيراج ديالو وداك الشيء ما كنتي مبرونشي والو فيه ما تيخدمش يعني تيبقى بحال داير بوز ماشي بحال الشارجورات العاديين اللي عندنا الاغلبيه في المغرب واللي بداو تيحاربوهم الحمد لله اللي بداو تيحاربوهم بعدا ماشي بقى خدام 24 ساعة اون فوا ديرو في طونسون تيبقى خدام هادوك ما ننصحكمش بيهم ما عمركم ما تشريهم نصيحة ما عمرك ما تشري شارجور رخيص ما عمرك شي واخا يبان لك غالي وماشي مشكل خليو الناس الاول عند رخصو تخليها نصو راه ماشي غنجاوب قالوها ملي تاخد شارجور ناقص في الثمن راه ماشي كيما تيقولو صيدتي هاوتا راه بالعكس راه نتا اللي وليتي هاوتا في ديك اللحظة حيت علاش مادام شارجور رخيص الا تصايب مواد قل يقدر يكون الكاليتي ديال لومبالاج ولا الكاليتي ديال هو مثلا هنا بلاستيك ديالو زوين وداك الشيء تشوفو تقول واو مزيان وبثمن رخيص راه اون بون افير نو بوير لداخل هو الجهاز كاينين دي سبستانس وكاينين دي تخوك لي تيكونو لداخل لي هما لي تيخليوه يتباع رخيص حيت هو تصايب تقام عليهم رخيص وحاجه من الحوايج هي هاد الحاجه ديال الطونسيون اللي ملي تبرونشي في الضو تعرف واش مبرونشي مع شي حاجه ولا لا يعني الا كانت مبرونشي مع شي حاجه تيخدم ما كانش مبرونشي مع شي حاجه ما تيخدمش هذه راه بزاف ديال الناس ما عارفينهاش وبزاف ديال الناس تيتصيدوا فيها دونك من الاحسن ناخذ شارجور واخا بالنسبه لي يكون غالي ولكن غادي يهنيني واحد غادي ينفع بعدا التليفون ديالي واي حاجه برونشيتها فيه ما غاديش يخرج عليها ثاني حاجه ما غيستهلكش بزاف حيت ما تيكونوش يستهلكوا بزاف ديال الطاقه ثالث حاجه ما يبقاش خدام النهار كامل 24 ساعه يعني ما مابقاش حاضي معاه خاصني لا خاصني حيد شارجور لا ركب شارجور لا حيد شارجور
تبقى خليه في الضو ماشي مشكلاش حيت هو واقف في الراس. ورابع حاجة تيكون كاليتي، ومادام هو كاليتي ما غتخافش على راسك انه يحرقك ولا يحرق الدار الله يحفظ ولا شي حاجة، يعني تيبقى بالك مرتاح من واحد الناحية. الى بغيتو حلقة خاصة ديال لا كومباريزون نشوفو كل واحد لاش غيصلح ولونبيراج ديالو شحال المهم نزيدو نتعمقو فيهم. خليو ليا لايك لتحت، بارطاجيو باش راه ماكس دو بارطاج باش بنادم يستافد، خليو لينا كومونتير لايك وبيان سور تابوناو الى بغيتو، بيان سور اكتيفيو لا كلوش باش يوصلكم الجديد ديما، حتى ما اكتيفيتوش لا كلوش ما غيوصلكم والو، وانتوما اللي غنضيعو ماشي انا. بصراحة بجوجنا غنضيعو، انتوما غنضيعو حيت ما غنوصلكمش المعلومات وانا غنضيع حيت ما غتشوفونيش، هادشي اللي كاين. وإلا بغيتونا نديرو شي منتج في هاد التوب 5 خليو لينا السميه ديالو في الكومونتير ولا حتى اللين ديالو.